استنى لبكره الصبح. انا ماليش صالح بكفر القلعه، والواد مش عايز يرجع معايا. رجعني يا ضوي لحسن انا اروح احط من صدري. طبينا على المقبره. استمنوها قالت لك ايه يا سحر؟ انا مش حمل استمنوها لما كانت عايشه، هترجع لي وهي روح؟ مخبيه عني ايه يا بت؟ مخبيه عنك حاجه لو قلتها لاي ام هيبقى يوم هناها. ام يعني ايه؟ انا هقول لك عشان يمكن لو العركه اللي ملهاش اول من اخر دي لو خلصت يعرف اني ماليش ذنب. هو مين؟ احلفي الاول اني اول ما هقول اسمه على لساني انه هيبقى في امان وان عمرك ما هتاذيه. مش هحلف يا سحر الا لما افهم، وكفايه طلاسم بقى. ابنك. ابني مين؟ مهيب. مهيب؟ ايوه مهيب عايش. استمنوها اللي قالت لك كده؟ تعرفي طريقهم؟ بدر ليه يا ضوي؟ احنا لسه ما خلصناش موال اللي هتعدل المايل. خلص يا خليل. بلغ سوسن مبروك عليها النبوءة، بس قول لها ان اللي هتعدل المايل لازم تعيش في كفر القلعة في المقبرة جنب الكبير، واحنا مستنيينها النهارده قبل بكرة. يوصل ان شاء الله. وصلهم يا زلمة. واقفة ليه يا سجاج؟ ما تروحي تحصلي جوزك لا يمشي ويسيبك. أنا مش عارفة إيه اللي بيدور في دماغك، بس حابة أقول لك حاجة واحدة بس. لأول مرة بتحسبيها غلط. الجنان ده يا جمر هنسلمها لهم على صحن فضة؟ إحنا في مصيبة ما بعدها مصيبة، ولازم يبقى في حد في ظهرنا اليومين دول يقوينا ويحمينا وقت الشدة. مصيبة ايه؟ مهيب طلع عايش. مهيب ابنك؟ ولازم نهدى ونحسبها بالعقل، لأن سحر حلفة لو اتمست شعرة منه هتطربقها على دماغنا.